السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم الدجاج ديال المناسبة الاحتفال بعيد المولد النبي الشريف. كنحييكم تحية خاصة، مرحبا بكم في القناة ديالنا، وإن شاء الله غادي نشوفوا هذا الدجاج اللي غادي نقدمه لكم بإذن الله. هنا عندنا البصلة، واحد خمسة البصلات كبار، وعندنا هاد القشاوش ديال الدجاج، عندنا زيت الزيتون، عندنا الحامض المصير، شويه واحد خمسة الافصاص ديال الثومه، عندنا واحد المعلقه عامره صغيره ديال البزار، سكنجبير، عندنا معلقه كبيره، وعندنا الكركم يعني القرقوم الاصفر الملون اللي عنده يعني الزعفران الحر يديرو، عندنا الدجاج والملحه، الملحه عندنا الدجاج، هذا هو الدجاج، عندنا الملحه، عندنا شويه ديال الملحه، وعندنا واحد ربعه ديال الدجاجات مغسولين مزيان بالحامض والملحه، خبيتناهم يعني في هذاك الحامض وديك الملحه، غسلناهم وربطنا الارجل ديالهم هكاك اللي كتشوفوا ان شاء الله. اول ما قبل كل شيء غادي ناخذ الماء ديالنا، الماء ديالنا هو غادي نديروا فيه يعني هاد يعني العطريه ديالنا كاملين، غادي نخلطو الجميع بحال هكا، نديرو الكزبر، يعني ندهنو الدجاجة ديالنا مزيان، ندخلو عليهم شوية الماء، هاد الماء اللي فيها سميتو البوطا ديالنا، كنديرو الطجرة فوق البوطا وكنشحرو الدجاج ديالنا، وعاد غادي نضيفو ليه إن شاء الله شوية ديال البصلة، ديال هاديك البصلة اللي شتو اللي غادي نضيفو إن شاء الله. هنا كنضيفو نصف الكمية ديال البصلة، وكنضيفو واحد جوج أعوال القرفة، ودائما نضيفوا الماء مره مره ان شاء الله حتى يطيب الدجاج ديالنا. ديالنا ها هو طاب، غادي نحيدوه ان شاء الله ونوريكم كيفاش غادي نديروا التغميره ديالنا، يعني الدجاج غادي ناخذوه باش ان شاء الله ندخلوه للفران باش يتحمر ويجي زوين. غادي ناخذوا الدجاج ديالنا من البرمه نحطوه فوق الكري بحال هكا، حاولوا دائما الدجاج ديالنا ما نهرسوش. هنا ان شاء الله غادي نضيفوا البصل ديالنا المتبقي، غادي نضيفوه في هاد الصوص بحال هكا، والبصل ديالنا غادي نخليوه باش يطيب مزيان، نضيفوا هنا الكبدة، نرشوا هاد الكبدة، الزيت يلا غادي نديروها، غادي نديروها في الدغميره ما درناهاش الدجاج، ونخلطوا هذا الشيء ونخليوه ان شاء الله ما نغطيوش الجره ديالنا باش تكون الدغميره ديالنا زوينه ان شاء الله وتجي مذاق رائع، نخليوها تطيب على خاطرها. الله غادي نديروا الزيت للدجاج ديالنا، زيت الزيتون او الزيت النباتيه اللي عندكم، ندهنوا الدجاج ديالنا مزيان بحال هكا. هنا هو غادي ندخلوا الدجاج ديالنا باش يتحمر على خاطرو، درنا درجة الحرارة 200، غادي نزيدو حتى 230 ونطفيو الفرفارة، هنا غادي نطفي الفرفارة حتى لآخر لحظة، غادي نشعل الفرفارة باش يتحمروا مزيان. التغميرة ديالنا كنحركوها مرة مرة ونخليوها حتى تشرب الماء، يعني حتى تكح ان شاء الله. الزيتون ديالنا حتى هو غسلناه مزيان، غسلوه باش ما يكون ما يملحش لكم يعني
التمره ديالكم. مرحبا بكم. الدجاج ديالنا هو دجاج رائع محمر مزيان، بعد ما طيبناه تطب في القميله خديناه حطيناه على الواجهه ديالو باش دائما هاد الواجهه تكون زوينه وتبان يعني مقاده مزيان. دائما الدجاج ديالنا كنحطوه في الطبسيل كبير باش يكون الدجاج ديالنا موسع. والتغميره ديالنا رائعه رائعه بمعنى الكلمه، ما فيهاش الماء، كيجي فيها الزيتون وديك الكبده، ويعني درنا الحامض ان شاء الله. نتمنى هذا الطبق اللي صوبنا لكم اليوم يعجبكم باذن الله، راه طبق راقي ورائع ان شاء الله. ونتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.